عن موضوع مهم، وهو متابعة مركز العاصفة. مركز العاصفة مفيد أكثر عن أنه مفيد أنه يبشر بالمطر، مفيد لمربي الثروة الحيوانية أنه يعطيك حالة الطقس. توقعاتهم تقريبا 95% بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، وصراحة كل يوم يتطورون. وبعدين هم طوروا من أنفسهم، كانوا في على مستوى الإمارات والحين على مستوى المملكة العربية السعودية، ويطورون إلى دول الخليج، وبعدين بيوصلون إلى دول العالم في حالة الطقس. وتعرفون مثل ما تعرفون الأوليين كانوا يحبون الشخص اللي يجيب خبر المطر والحياة، فمن كثر ما هم يستشعرون المطر والحياة كانوا يقولون حق الشخص اللي يتكلم وايد يشوفونه ويتسأل، قالوا له ايش عندك تسأل عن المطر وعروقه، تسأل عن الحية وعروقة والمطر وين طاح. فمن كثرة الناس ما تسأل يوجهون هذا المثل على الشخص اللي يشوفونه يسأل عن أمور ما لخص فيها، يقولون له شو عندك تسأل عن الحية وعروقة والمطر وين طاح. فمن كثر ما استشفوا هذا المثل من أن الناس أكثر شيء تسأل عن الحية وعروقة والمطر وين طاح، المركز هذا صراحة مفيد للمربي الثروة الحيوانية حسب خبرتي أنا. ليش؟ لأنه يعطيك توقعات قبل بيوم أنك أنت تأخذ حذرك، إذا حلالك بأتي موجة برد أو موجة مهب أو موجة حر أو موجة أمطار. وتوقعاتهم دائما 95% 100% إرادة الله، وفيها كوادر مواطنين من خيرة الشباب ما شاء الله، الله يبارك. وبذكرهم مؤسس مركز العاصفة اللي هو عمر النعيمي وحمد الكعبي وفهد محمد اللي يغطي حالات الطقس ما شاء الله عليه، وخالد الغفلي، خالد حمد الغفلي، هذيل مؤسسين مركز العاصفة. صراحة المركز يدعمونه الشيوخ ويتابعونه، واللي يجيب لك خبر المطر هو اللي يتابعه، فيجيب لك خبر المطر، يجيب لك خبر البرد، يجيب لك خبر الحر، يجيب لك خبر الرياح، تغير الأجواء المناخية. والحين تحصل أشياء في الطبيعة مو مثل الأول، فمش نفس حسبة الأوليين، في تطور في المناخ، برودة وحر زيادة، فهم ما شاء الله عليهم في قلب الحدث، بالأخص اللي هو الأخ فهد محمد ما شاء الله عليه دائما في قلب الحدث. وبعدين رياره مستت عيبك ما شاء الله، الله يبارك فيه، وحمد الكعبي وعمر النعيمي وخالد الغفلي، يعني ناس، وخالد الغفلي بعد زايد بقروب يوصل لك الخبر بعد من غير المركز. فالشباب يعطونك يعني بجدم شوي، يعطونك حالة الطقس 100% ما شاء الله عليهم، أو 95% 100% عند الله سبحانه وتعالى، هذه تبقى توقعات، ولكن المشيئة عند الله سبحانه وتعالى. لكن كيف تصير التوقعات؟ يشوفون هم يتابعون الأرصاد الجوية ويروحون أماكن قبل ولحد ما يوصل. يعني أنا كنت زمان أتابعهم، كانوا يقولون المطر في منطقة الشمالية واتجاهها اتجاه العين، فأنت تروح قدام تلحف حلالك وتجهز قبل ساعة ساعتين أساس أنه يوم يكون المطر يكون تغطية مضبوطة، وتلحف حلالك وتكون أنت ماخذ احتياطاتك. مثل خالد محمد ما شاء الله عليه، مش خالد محمد، فهد محمد
ريال ما شاء الله عليه مرحباني وشرح وتسعد بمتابعته. وأنا والله ما حد كلمني إني أعرض هذا الموضوع، لكن استشفيته وانتبهت له اليوم عشان أراوي متابعيني من مربي الثروة الحيوانية أنهم يشوفون الوضع هذا ويتابعونه. فحدثت حادثة أمس في الليل وأعلنوا عنها، اللي هي هذه. فهد محمد يوثق جماد الماء في ركنة شمال العين مركز العاصمة، أجمل شتاء في العالم. هذا يا أخوان ياني اليوم، وكان يغطي أخونا فهد الله يحفظه. هاي التغطية 9 يناير 2021، ما شاء الله هذا التجمد من فجر اليوم في منطقة ركنة شمال العين، ودرجة الحرارة أقل درجة سجلناها على كذا مقياس هي 7 تحت الصفر. طم الشو سلام كريستال. طم الشو هذا أخونا فهد هو اللي يعلق ويصور. حمد الله يحفظه، تقريبا الساعة 2:30 في الليل. طبعا يكونون في مكان الحدث. الله كرمنا ببيب منطر، وهذه المناظرة شوف فهد محمد وحمد الكعبي. طبعا حاليا درجة الحرارة 7 تحت الصفر. هذا منطقة ركنة اللي هي مكان عزبتي. فيعني انت ترجع للاحوال الطقس وتشوف درجة الحرارة اذا ما عندك مقياس حرارة مضبوط، ويبين لك ان سبب البرودة تأثر الحلال. هل انت دريته؟ ومثل ما شاهدت وامس انا اشتريت جاكيتات حق عمالي بموجب انهم هم يوم سابق اول امس قالوا ان في رياح شرقية باردة، فهبت علينا واشتريت الجاكيتات اللي هي امس، واللي هو في طقس في الامارات يعرف حالة المهب اللي يت مهب شرقية، واعلنوا عنها قبل بيوم ويت. فانصح الاخوان انهم يتابعون مركز العاصفة والكوادر، كوادر شباب مواطنين ومخلصين ومجتهدين، ولو ما اجتهدوا ما وصلوا للوضع اللي هم فيه، ولكنهم طوروا من انفسهم وقاعدين يطورون من انفسهم. وانصح مربي الذروة الحيوانية انهم يتابعون الحساب على اساس انك انت اول شيء تشوف خبر المطر وخبر الوديان وخبر الطقس، وبعدين تاخذ حذرك قبل بيوم يومين او اسبوع. هم مرات يقولون في حالة مطر بتكون قبل 10 ايام، في شهر كذا، في شهر كذا. وتوقعاتهم الأغلبية 95% سليمة الله يحفظهم. وأنا أقدم شكري لعمر النعيمي وحمد الكعبي وفهد محمد وخالد حمد الغفلي جزيل الشكر، وأنا أتابعهم وفرحانين بالمركز، ونقول لهم إلى الأمام إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.